نظمت مؤسسة التجار وفابونك يوم أمسنا الجمعة بالدار البيضاء ندوة تندرج ضمن سلسلة ندواتها تبادل من أجل فهم أفضل حول موضوع الشباب المغربي في مواجهة تحديات الإدمان، إذ أتت جنبات الندوة كل من تلامذة المؤسسات الإعدادية والتأهيلية وآباء التلاميذ ومسؤولين بيداغوجيين وكذا ممثلين للمجال الصحي. المشكل اللي هو المشكل ديال التخدير والتحسيس للمجتمع ككل، المشكل ديال التخدير علاش؟ حيت ولينا كنعيشوا في الوقت الراهن شي تغييرات في السلوك ديالنا وفي التواصل في المعامله ديال المراهقين ديالنا، خاصه مع المشكل ديال التخدير، بحيث انه ولينا كنشوفوا المراهقين ديالنا كيتعاملوا مع مسائل مع التخدير كانه شيء عادي وطبيعي. وتميزت الندوه بحضور اطباء نفسيين ومختصين في علم الادمان بعدما افتتح الرئيس المدير العام للمجموعه محمد الكتاني الندوه بكلمه ألقتها نيابة عن مديرة التواصل سلوى بن المحرز، يبرز فيها أسباب اختيار هذا الموضوع المهم والخطير في الندوة 36 للمؤسسة. المداخلة ديالي غادي أنا غادي نحاول نعطي واحد نظرة وجيزة على التخدير، غير باش نعاود نعيد النظر في المفهوم ديال التخدير ككل، ونعطي بعض الأرقام على داكشي اللي كاين في المغرب، والأخ الضيف ديالنا غادي يحاول يعطي النظرة ديالو على خاصة شنو هي الأهمية ديال المسؤولين، شنو هي الأهمية ديال السياسة ديال التوجيهات السياسية باش نواجهوا هذا المشكل. وفسح المجال أمام تدخلات الحضور للتعبير عن أفكارهم وطرح رؤاهم حول هذا الموضوع وكذا طرح أسئلة تتمحور أبرزها حول التقنيات العلاجية الأكثر نجاعة وحول التدابير الوقائية التي من شأنها استئصال ظاهرة إدمان المراهقين الشباب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.